لو الحكاية فيها إن فيديو. رأيك إيه في النظام الجديد اللي هيطبق إن هتكون العدد العيش تقل من 5 رغيف ل 3 رغيف؟ هو في مزيد هو كم اللي جاي بقى؟ مش هقول أكتر من كده بقى، لأن إحنا 6 نفار 6 نفار ماشيين ناخد 10 رغيف من ورقة، لا غير ورقة خالص، وبتدينا 5 رغيف. طب ال5 رغيف هيتكفوا مين؟ هو يكفوه هو؟ هو يكفوه هو قاعد دلوقتي على الكرسي اللي لغى الموضوع ده، هو يكفوه هو ال5 ترغيفه؟ حرام ولا حلال دوت؟ ولما دلوقتي في